أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن مملكة البحرين جعلت من الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هدفا لجميع مراحل التنمية، وأشار سموه للموقع الذي تحوزه برامج الإسكان في هذا الإطار، مما يتجسد عبر توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للإسراع بوتيرة توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين. وقال سموه إن الجهود تتواصل بجدية وتفان ليتوالى الإنجاز في المشاريع الإسكانية التي يستمر تنفيذها في كافة مناطق المملكة ضمن التوجيهات الملكية السامية، وما تضمنه برنامج عمل الحكومة الحالي لإنجاز 25,000 وحدة سكنية. وقد جاءت النتائج الطيبة في هذا المجال بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومتابعة اللجنة التنسيقية، فقد تم الانتهاء وفق أوامر سمو ولي العهد من تخصيص 3,000 وحدة سكنية خلال فترة الصيف الماضي، ومن ثم الاستمرار على هذه الوتيرة على وتيرة العمل حاليا على تخصيص 3,200 وحدة سكنية إضافية وبذات الوتيرة السريعة. جاء ذلك لدى زيارة سموه وصاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، يرافقهما معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إلى موقع المدينة الجنوبية، حيث أطلع وزير الإسكان سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر سموهما على نموذج من الوحدات السكنية. ونوه سموه في هذا الصدد بالتعاون المثمر مع مؤسسة الأمير تشارلز في مشروع المدينة الجنوبية، وذلك ضمن توجه استقطاب الخبرات العالمية لتحسين الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، مما ينسجم مع أهداف المرحلة الراهنة من برامج التنمية الشاملة. وأضاف سموه أن نموذج التعاون هذا يأتي ليجسد عمق التعاون البحريني والبريطاني، مما يشمل مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين. وقد استعرض سعادة وزير الإسكان مراحل التعاون مع المؤسسة في مشروع المدينة الجنوبية، مما قطع شوطا ملموسا معربا عن الشكر والتقدير للدعم الذي يحظى به المشروع.